الجو كان حر اليومين اللي فاتوا، لكن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات شديدة وانخفاض في درجات الحرارة تصل ل 8 درجات. نوت الكرم بدأت في الأسكندرية. نعرف التفاصيل من منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذة منار، ماذا نتوقع؟ يعني اليومين اللي فاتوا كان حر، ما كانش الجو برد قوي، لكن ابتدى فجأة في تقلبات والجو ابتدى يبرد، المتوقع ايه؟ بالفعل، اهلا بحضرتك طبعا استاذه لميس، واهلا بكل الساده المشاهدين. يمكن احنا خلال الايام الماضيه كنا بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره، ودرجات حراره كانت اعلى من المعدلات، واستقرار تام في الاحوال الجويه، لكن احنا دايما كنا بنحذر ان فصل الشتاء لسه ما انتهاش. فبالفعل من اليوم بدانا نتاثر بحاله من التقلبات الجويه، بدانا نتاثر بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا. فبيعمل وجود المنخفض على حالة من التقلبات الجوية، بدأت بالفعل بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية العظمى. اليوم سجلت على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، بعد ما كنا بنسجل درجات حرارة وصلت 23 و24 درجة مئوية خلال الأيام الماضية. في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بحوالي 3 لـ4 درجات، بالإضافة كمان في طبعا سقوط أمطار يمكن شاهدناها اليوم خاصة على محافظة الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ احنا والدقهلية. شفنا كمان سقوط برد بالظبط، يعني تساقط خفيف. لحبات البرد، لان الامطار كمان كانت امطار رعديه، وكان في فرق كبير في درجات الحراره بين طبقات الجو العليا وسطح الارض. فبالفعل في تبريد شديد في طبقات الجو العليا، فكان اليوم في حاله من التقلبات الجويه متوقع ان هي تستمر معانا خلال الساعات القادمه وحتى غدا الاربعاء ان شاء الله. والامطار نصائحك هتكون، للناس بقى يا استاذه منار. احنا طبعا الامطار هتكون موجوده بشكل كبير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وهتكون امطار متوسطه الغزيره ورعديه، وممكن يصاحبها حبات البرد. فمهم جدا في المحافظات الساحليه المعنيه اكثر بسقوط الامطار، اثناء سقوط الامطار نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، لان كمان مع الحاله الجويه دي في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 45 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره، ممكن كمان يؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. البحر المتوسط ارتفاع الامواج هيتجاوز 4.5 متر، فالبحر غير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. فاحنا عاوزين نحافظ على ارتداء كمان الملابس الشتويه الثقيله خلال فترات النهار، وايضا خلال فترات الليل، لان الاجواء خلال فترات النهار هتكون اجواء مائله للبروده، خلال فترات الليل المتاخر والصباح الباكر هتكون اجواء يعني نقدر نقول بارده لشديده البروده. طيب هتبقى درجات الحراره هتوصل لكام انخفاضا؟ العظمى على القاهره الكبرى هتوصل 17 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال فترات الليل هتوصل ل 10 درجات في القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد والمدن الجديده هتوصل ل 6 و7 درجات، ففي انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فتره الليل. كمان مع وجود نشاط الرياح اللي هيستمر معانا ده، نشاط الرياح هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل كمان صحيح من اللي احنا بنقولها، فمهم جدا ناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره. الحاله الجويه دي هتكمل معانا لحد يوم الخميس، لكن يوم الخميس ان شاء الله هيكون في تحسن في الاحوال الجويه بالنسبه لسقوط الامطار، كمياتها هتقل وتنحصر فقط في السواحل الشماليه، تكون امطار خفيفه متوسطه، لكن انخفاض درجات الحراره على الاقل مكمل معانا لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله. شكرا منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. الدنيا برد، ولو قلت لكم الاستوديو برد جدا كمان بصراحه.